حضرة الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 9. قبل الاستمتاع بهذه الحلقة الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هلا دينا. هاي. اللي حلو يوم تعرفنا على بعض اليوم أول مرة أحس كل شيء شيء بسهولة. أيوة أنا كمان بس عشان أنا. عرفت من زمان. أيوة. بص زي ما قلت لك أول ما جيت البرنامج بتاعك بحبه قوي عشان بحس إن أنت بتطلع حاجات من الناس ما قالوهاش قبل كده وناس صحابي. فببقى مستغربة اللي هو أنت هو إيه البسترن بتاعك ولا إيه أنت عمرة بتكلمي معي زي بتكلمي معايا فبجد دي. I think حاجة من عند ربنا إن أنت الناس بترتاح لك فأنا أول ما شفتك حسيت نفس الحاجة فكويس إن أنت كمان حسيت نفس الحاجة من الطرفين أيوة good. فنبدأ بالسؤال المعتاد اللي هو بصراحة كيف حالك أنت بصراحة كويسة يعني جاي لك بتهيألي في وقت كويس يعني كان ممكن لو جيت لك من فترة مثلا شهرين ثلاثة لا كان ممكن حاجة غريبة قوي على فكرة فكرة ان انت الواحد بيتغير برضو من وقت لوقت يعني دلوقتي حالا معرفش ليه يجي في دماغي انه لا لو كنت جيت لك مثلا من شهرين ثلاثة لا كان ممكن السؤال ده يخليني قاعدة شوية كده بفكر أعمق فلا بتهيألي I'm good الحمد لله وليش من شهرين كان مضطرب يعني؟ مش عارفة ما في أي قسم شخصي شغل حب حياة أهل شو اللي كان لاعب في مخك؟ يمكن عشان كان عندي ستريس في الشغل جامد كانت فترة صعبة بتاعت رمضان وإن ما بنامش وكده مع الحياة الشخصية برضو ما كان ممكن ما تكونش كانت يعني أحسن ما كانش عندي حياة شخصية دي حاجة برضو يعني لما السنين بتعدي كده وبتلاقي نفسك بتشتغل كتير او قاعد وقت كتير مش عارف تقعد قوي مع اهلك مش عارف تشوف صحابك مش عارف يبقى عندك حياه مع شخص او كده لانه صعب مش اي حد ممكن يستحمل ان انت على طول مش موجود بقف مع نفسي كده وافكر انه is it worth it حصلت الجواب بص برضو مترددة في الحتة دي ساعات بقول it is وساعات بقول لا الإجابة بتاعتي لا على طول في حتة أهلي it's not worth it مفيش حاجة worth it إن أنا ما أقعدش مع أهلي صراحة بس at the same time برضو يعني عارف هتعمل إيه يعني صعب تعرفين مرات مستحيل نوصل للاتزان بس على كل فترة شيء ياخذ أكثر عن أشياء ثانية مرات هالفترة الأهل أكثر يمكن في إجازة الصيف يمكن عندك وقت أكثر حق أهلك وأصحابك بعدين يمكن رمضان مسلسل كذا فما يستي يكون نفس الشيء صح ما أتوقع يعني صح بس ما أعرفش ليه بقيت أحس إن الوقت مهم يعني اللي بيروح ما بيرجعش ما في ريفاند للأسف أغلى سلعة في حياتنا وقتنا الوقت ده حقيقي وانا دائما ارجع واقول يعني انا اول شيء لازم اقدر ان الحين دينا يستعطيني وقتها اللي ما بترجعه وانت المفروض تقدرين اي انسان يسعى كل الشباب يعطونا وقت صح منو بيرجع لهم الوقت كل ثانيه تروح صح انت مين ده سؤال كبير قوي ايه ده استنى
مش عارفه ليه كل ما بسال نفسي السؤال ده بهرب، او يعني مش بهرب بس مش بفضل وراه. يعني اقولك اول حاجه جت في دماغي، يعني اصل انا بحس ان انا لسه يعني عيله، مش عارفه ليه. يعني بشوفني وانا صغيره، مش عارفه اشوفني اما صغيره اذن صغيره يعني طفله يعني. فبشوفني كده شقيه، ممكن ابقى عبيطه شويه، ممكن ابقى عناديه، مش عارفه يعني مش عارفه ليه مش عارفه اشوفني دلوقتي. كاني مش شايفه حتى شكلي وانا كبيره، فاهم قصدي؟ يعني فاكره شكلي قوي وانا منكوشه كده وصغيره وسودة كده بجري. مش عارف، مش عارف. يمكن شيء هذا هو الجواب. يمكن لنا حين النظره دينا لدينا الطفله مرحه مشاغبه، يمكن تحسين كبرتي ولا ما تبين تكبرين؟ لا يعني دايما عندي بقعد اسال الناس وانا شكلي باين عليه سني وانا مستحيل. اه بجد ثانك يو. دايما اقول الروح الروح اللي تفرق. ده حقيقي. تشوفين حد روحه صغيره، روحه شبابيه ما ينحس في العمر. اه بس هتبقى مصيبه سودة مثلا لو عندي 50 سنه بالهبل ده. والله عادي. يعني برضو يعني نحن عندنا صوره نمطيه. اللي عمره 50 مفروض سلوكه يكون بهالطريقه. عندك حق. غلط، هاي كلها صورة نمطية. ما عندك ستيريوتايب. لسه كنت بتفرج على فيلم اكشلي امبارح بالليل اسمه واتس يور نمبر، ما اعرف فاكر الفيلم ده؟ ما شفته. ف هي واحدة بتدور على واحد تبقى معاه، وهي قررت ان هي مثلا عرفت ليتس سي 20 واحد، فهي من ال 20 دول هتتجوز، مش هتعرف ولا واحد زيادة. من وهي بقى في مدرسة وهاي سكول وهي في الجامعة. فكانت مامتها عايزه يعني هي حتى قالت لمامتها، قالت لها انت اللي مبسوطه باللي انا فيه، جابت عريس بس كان بيرفكت. بس بيرفكت بالنسبه لمامتها، هي حست ان هي مش على طبيعتها، مش مبسوطه. فباباها قال لها انت زي يعني انت عامله زي انت مهما كبرتي ومهما كده روحك هي انت عايزه تبقي على طبيعتك وعايزه تبقي مبسوطه. فكان في فرح اختها، فسابت الفرح وسابت العريس وسابت كل حد وراحت للي هي لقيت نفسها معاه على طبيعتها ده. وفي سين كده باباها وهو واقف على الدانس فلور، هيز مثلا 60 حاجه، واقف بيرقص بقى ومش عارف ايه. فهو ده زي اللي انت بتقوله، ان بجد مش فارقه السن، فارقه انه قد ايه تبقى مبسوط وانت حتى لو عندك 100 سنه تبقى زي ما انت. لو عطيتك لوحه بيضه فاضيه وقلت لك ارسمي فيها حالتك النفسية حاليا، شو ترسمين؟ ويفز كده. ليش؟ عندي ups and downs كتير. أي لون؟ أحمر. ليه جه في دماغي الأحمر؟ أحمر. أحمر. بس هيبقى فيه هارت في الآخر برضه. يعني حاسة على نهايته، على نهايته حب؟ آه. ولون احمر بعد صح؟ اه. طفولتك كيف كانت؟ كانت حلوه قوي. قوي. ايه؟ حتى الجامعه. يعني من وانا بيبي، بس انا كنت طفله شقيه وعناديه جدا وزنانه. يعني لما بعوز حاجه ودي يعني بقول يا رب لو خلفت عيالي ما يطلعوش زنانين، بس اكيد ربنا هيردها لي، فاهم؟ بس لا يعني اهلي كانوا كويسين قوي، ما كانش عندي حد في سني، هي دي الحاجه، فكانوا صحابي بقى. لانه اخواتي اكبر مني بكتير، يعني 13 و12 و11 سنه يمكن الفرق السن اللي بيننا. برضو جيراننا ما كانوش قدي في السن، فكان عندي 2 best friends توأم، دول كانوا صحابي قوي، يعني بالنسبه لي اخواتي يعني من وانا صغيره. وصحابي بالنسبه لي عموما حاجه مهمه قوي. يعني انا بحب صحابي بجد. فطفولتي كانت حلوه قوي، بس كنت بابايا كان بيسافر كتير، دي الحاجه الوحيده بتهيألي اللي كانت دايما عندي حته فيها
كنت ايموشنال يعني في الحته دي. بس والجامعه كانت حلوه برضو قوي. يعني دايما لما الناس بتقعد تقول انهي احسن مدرسه ولا الجامعه، انا ما بعرفش اقرر لان الاثنين بالنسبه لي كانوا حلوين الحمد لله. الحمد لله. علاقتك مع الماما والبابا كيف؟ كويسه قوي من صغرك؟ طبعا مامتي عشان بابايا كان بيسافر، فمامتي كانت واخده دايما اللي هو حرام يعني، اما حتى باجي احكي في كذا انترفيو ببقى عايزه بس اقول لها ان لا، هي بالنسبه لي بموت فيها يعني، هي حبيبه قلبي برضو، بس عشان هي اللي كانت دايما لازم تاخد القرار بتاع لا، يعني عايزه اعمل كذا. خلي بالك برضو لو عندك بنت شقيه وانت اللي ماسك مسؤوليتها 24/7، فانت هتبقى عايز طول الوقت ان يعني، انا بشوف ان ده الصح عموما، ان يبقى في سواء الاب او الام حد فيهم بيقول طول الوقت وحد فيهم بيقول لا طول الوقت. انا بابايا بيقول طول الوقت على اي حاجه، فمامتي كانت لازم هي تاخد الدور الاصعب بالنسبه لي يعني. بس لا، الاثنين بموت فيهم. يمكن انا وبابايا كنا بنحكي اكتر لبعض، فالناس شايفانا اقرب من بعض. ليتلي بقيت انا ومامتي عندنا الحته يعني، كسرت الحته بتاعه ان احنا يعني ما كناش مثلا، كنت بتكسف شويه ممكن، او هي بتتكسف تقول لي بحبك، بس انا دايما مع بابايا بعمل كده. فبقيت اعمل كده مع مامتي كمان لان انا بجد بحبها قوي. شوفي، تعرفين الامهات مرات ياكلونها عشان الام تاخذ تكون صارمه، تحاول تدير بيت. بالزبط. لو تدلع العيال والاولاد المستقبل راح. فالابو يكون حاسب الذنب عشان انا مشغول، فدائما يقول هي وهي ويمشي ويجيب هدايا وحلويات. صح. فهو شكل الطيب وهي شكل الشرير، تعرفي؟ مع ان مساكين ثنتهم يعني. صفه في اهلك كنتي تتمنين تغيرينها؟ دي حاجه بقى كلنا خدناها. مامتي عصبيه. انا واخواتي كلنا عصبيين. الا اختي، يعني اختي الوسطانيه ممكن تمسك نفسها، اكتر واحده فينا تمسك نفسها، بس لما بتطلع. بابايا عكس كده خالص. بابايا عنده كلمه دايما بيقولها، مفيش مشكله، بص مهما حصل. دايما بيقول خلاص اللي حصل حصل، هتقدري تصلحيه صلحيه، مش تقدري تصلحيه اوكي يعني عيشي معاه. وكلمه مفيش مشكله دي انا بقعد اقول له انا كان نفسي ابقى زيك في الحته دي بجد. مامتي طيبه قوي 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 بس عصبيه. فانا طلعت عصبيه. وصفه في الوالد تتمني تغيرينها؟ يمكن انه طيب زياده عن اللزوم. يعني انا بحب الطيبه قوي، بحب القلب الابيض، بحب انك تبقى بتسامح، بس في اوقات بتبقى غلط. بتخلي الناس يفهموك اكتشلي صح ان انت، بس بتبين لهم قوي فبيزودوها. بس دول الناس اللي مش كويسه يعني. صح. قولي. لا سوري، انت كنت هتقول حاجه؟ لا، خليتيني افكر ان اقول للاسف الطيبه مرات تساوي في العالم اللي نحن فيه ضعف. ايوه، في ناس يترجمون الطيبه كضعف، وانا اقدر استغل هالانسان الحين. ده حقيقي، هو للاسف يعني. فعشان كذا احنا نقول مرات وايد طيب، مسكين طيب. ايوه، يا حرام احنا بنقول يا حرام طيب. ايوه، تعرفين هو كده، هو طيب قوي. وعلى فكره مامتي كمان طيبه جدا، بس مامتي ممكن تاخد موقف يعني، وفي الاخر بتنزل على مفيش، بس اقصد انه لا، هتعرف تمسك نفسها شويه. بابايا لا، يعني بابايا ممكن اي حاجه، اي حاجه بجد تاثر فيه تخليه يعيط مثلا. ما شافنيش بقاله كتير ممكن يعيط. هيموتني غالبا باللي انا بقوله. بس ده من كتر الطيبه، فاهم قصدي؟ اي موقف. ومامتي كمان، بس انه هو بيبان عليه اكتر منها بكتير. التمثيل كيف وصلتي مع ان قريت ان معظم اهلك كانوا ضده؟ بابايا بس اللي كان موافق. كيف قدرتي توصلين؟ ما انا بقولك انا عناديه. وبعدين
في حاجات معينه انا بشوف ما دام ربنا ادهلك افضل ماشي وراها. يعني الناس اللي بترسم، الناس اللي صوتها حلو، ان اي حد ربنا مديله جفت، ربنا مديله موهبه، بستحرم قوي ان هو ما يعملهاش. طبعا انا ما اعرفش اذا كنت مثلا كنت بعرف امثل ولا لا، ولحد دلوقتي ممكن ابقى بمثل زفت، بس اللي اقصده ان ده كان احساسي انا من جوه، ان انا يعني عندي حاجه مختلفه عن ان انا مثلا يعني كل حد ممكن حد يبقى شاطر قوي كمحاسب، شاطر قوي في امشي وراها، فاهم قصدي؟ بعدين انا حسيت ان انا محظوظه ان انا كنت عارفه من بدري انا نفسي ابقى ايه، لاني لو ما كنتش عارفه كان ممكن الاقي بعدين انا عايزه ابقى ايه زي ناس كتير. عشان كده لما بقابل مثلا ناس لسه مش عارفين اشتغلوا كذا شغلانه بقول لهم اكيد ربنا مخلي كل حد عنده حاجه مميزه بحاجه، صح. افضل بقى جرب، افضل. فالحمد لله ان انا بقى ما عملتش المشوار ده، فاهم؟ بتاع التجارب دي. فكنت عارفه ان انا ولو فشلت خلاص فشلت، لو ربنا كرمني وعرفت اكمل. وبعدين خلي بالك انا ما كنتش عارفه حد خالص خالص، يعني ما اعرفش اصلا التصوير ده شكله ايه، ولا الناس بتعمل ايه، ولا بيمثلوا ازاي، ولا بيروحوا فين، ما اعرفش. فبس عشان انا شخصيتي عناديه فقررت انه لا، انا this is my dream I'll follow my dream. انت صح كلامك، ان الاغلب، وهني الناس ما يفهمون الشيء، اغلب الناس ما يكتشفون شو شغفهم بدري. معظم الناس يوصل عمره 28 35 40 لين الحين يمكن مو متاكد، المحظوظ اللي تضبط وياه من البدايه بالزبط. هاي نعمه. وحسيت انه ما ينفعش اسيبها، ما ينفعش اتخلى عن الحاجه دي الا لما الاقي كل الابواب اتقفلت بعد ما اجرب مش قبل. يعني ما ينفعش اقول اصل انا مش هعرف اوصل، لا هعافر وهعرف وهسال، وطب بتعملوا ايه؟ طب اهلي ما رضوش يدخلوني معهد سينما، طيب ممكن اعمل ايه بديل؟ ممكن تاخدي اكتنج كلاسز، هروح اخد اكتنج كلاسز. طب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن تشتغلي مثلا في الاول مذيعه، اسهل بما انك في اعلام علشان تدخلي اتليست تفهمي الكاميرا دي ايه، اتكلم ازاي، اعمل ايه كده. فده اللي انا فضلت وراه وعملته. اللي يقول لك لو ما جربتي الجواب دائما لا، اللي ما جرب الجواب دائما لا. ليه ما تجربين بعدين تعرفين بالضبط؟ لو جالسه في البيت تقولين والله ما اكيد لا عشان ما جربتي. اكزاكتلي. فانا وايد احترم المجربين، دائما يوم يسالوني شو نصيحه ما احب السؤال وايد، يوم حد يقول لي عطنا نصيحه واحده اقول يعني في مليون نصيحه يعني. بس وانا ما اعرف شو النصيحه التي ستطبق على الشخص اللي تناسب حياته. بس شيء اذكره كثير هو التجربه، وانت فيك هالشيء. الانسان اللي يجرب احترمه، يجرب اكل، يجرب بلاد جديده، يجرب عي يعرف يحب ولا ما يحب. صح. شو موضوع دينا تقين تتكلمين تقدرين تتكلمين فيه حق ساعات بدون ملل؟ شو موضوع دينا؟ قول تاني بقى الحته دي صعبه. شو موضوع تقدرين تتكلمين فيه حق ساعات بدون ملل؟ أي بدون ملل؟ اي موضوع تحبينه. الاكل. اوكي. بحب الاكل جدا. و ممكن حاجات تخيل مش عارفة. أول حاجة جت هيقولوا عليا تفصى، أخصى عليك يا أنس بجد. الأكل أول حاجة جت في دماغي، معقولة؟ عادي شو يعني. ممكن أقعد أنا أتكلم ولا حد يتكلم وأسمع؟ أنت وآلسوي أعز صديقة عندك، عندك لا اختيار مواضيع. ايه ده ايه ده؟ لا ده تتكلمون قصة، تتكلمون افلام، تتكلمون عن حب، تتكلمون عن سياسة. لا ماليش في السياسة خالص ولا بفهم فيها. لو مع واحدة صاحبتي لا بتكلم بقى، ده انا بقى ما بصدق، اقعد بقى اتكلم عن حياتي وانا حاسة بايه ايه الحاجات اللي انا شايفاها لو حصلت تاني ممكن ما اعملهاش، وايه الحاجات اللي ممكن اعملها. اكتشلي في حاجه الناس برضو القريبين مني عارفاها عني، انا ما بحبش النم، يعني ما اعرفش اقعد اتكلم على حد. انا ما بحب، يعني في حاجه غريبه اول مره هقولها، انت بتعمل لنا سحر ولا مالك في ايه؟ خلي بالك بيني وبين نفسي بحس ان انا ضعيفه على فكره، يعني لما بقعد مع نفسي كده
انا قلبي خفيف قوي يعني، متاثر بسرعه، بحب بسرعه. يعني عندي حاجات كده جوايا عكس بعض، بس في نفس الوقت بكره الضعف. يعني انا عارفه ان انا من جوه بني ادمه ضعيفه، مش ناس كتير قوي تقعد تقول انت قويه انت، لا والله بجد بكلمك بكل صراحه، ما تهقليش خالص ان انا قويه، بس انا عشان بكره الضعف، بكره ضعفي وبكره الضعف عموما، فباجي على نفسي يعني، وقتها بتجيلي بقى القوه يعني. اما بكرر، اما بقعد مع نفسي كده، عشان كده بحبش اقعد معاها كتير بس لما بقعد مع نفسي كده بقعد اقول لا بجد الحمد لله، الحمد لله انا احسن من ناس كتير، الحمد لله الحاجات اللي انا بحبها موجوده وحواليا، فلازم ابقى استحق ده عشان ما يروحش مني. يعني لازم احارب عشان ابقى بني ادمه اللي ربنا مديهولي ده ابقى استاهله. بس شو مفهوم القوة عيال؟ مفهوم القوة عندي اني اقف على رجلي يعني. اوكي. يعني كل بني ادم فيه في حياته ups and downs، كلنا، مين ما عندوش ups and downs، كل حد، بس هي الفكرة هتسيب نفسك بقى تحت ولا هتقوم شادد حيلك كده وواقف ويلا. ده اللي انا بحب، خد وقتك تحت على فكرة. أنا باخد وقتي تحت جدا يعني، بس ما بخليش، ممكن أكون ما بخليش حد يشوف، القريبين مني بيشوفوه طبعا، لأن أنا أصلا شخص بيحكي وكده، مش كتومة أبدا. لا أنا لو متضايقة هتلاقيني بكلمك وبعيط في التليفون وأنا متضايقة، وأنا بعيط كتير وبشوف إن العياط very healthy. بس تشوفينه ضعيف؟ لا بشوفني أنا كشخص ضعيفة. يعني مثلا ايه لو واحدة ضايقتني، واحدة مش هقولك واحد بحبه، اوكي اتضايق. تخيل يعني لو حد مثلا، لو واحدة جت غلست عليا مثلا، ما اعرفش ارد، مش شخصيتي. انا بديك اكزامبل عبيط يعني، بس بحاول اشرح لك الشخصية. انت ليس تقولين لي ان دينا حساسة وحساسيتك ما تحبينها، عشان مرات تقولين ليش انا اتحسس على واحده مش قريبه مني، ليش هاي تاثر علي مثلا. بس يعني حتى مره تكلمت في مقابله مع باسل الخياط، بحبه حبيبي، وتكلمنا على الحساسيه، بس مو بحساسيه، قصدي حساسيه الانسان وكيف الانسان هو احاسيس. بس وصلنا مرحله في عالم قاسي، الرجل اذا بكى ضعيف، اذا الولد صاح قوم واسكت وانطب ولا تتكلم، البنت قالت كذا كذا قلبي عورني، بس ليش تسوين عمرك كيوت تسكتي؟ اي شيء فيه مشاعر وحاسيس، بدينا طخ وطخ وطخ وطخ، الانسان يتعقد ما يبي يحس. مع ان اجمل شيء فينا تشوفين فيلم تعيطي، ايوه احلى شيء ترى، معناته عندك قلب. صح. بعد واحد جالس لي شيء والدموع بتنفجر في عينه ويقول ما احس، غلط. صح. بس هني اللي بديت أخاف يعني، حتى مرات أقول الأولاد الصغار اللي يشوفون كل يوم على السوشيال ميديا أطفال يموتون، أمراض، حروب، في مصطلح بالإنجليزي يقول you become desensitized، يعني انعدام المشاعر. أيوة. مثل يستوي بنج، تعرف أنا حسيت ما يأثر فيهم ولا شيء لما ولادك أطفال كانوا بيتولدوا وقت الكورونا. أيه. كل الناس لابسه ماسك. صح. هما ما شافوش ضحكه. قعدت افكر احنا واحنا اطفال كنت كل حد يشوفك بيضحك في وشك ويلعبك السمايل دي، انت لو في حد مكشر في وشك وانت رحت ضحكت له هيضحك. الاطفال دول قعدوا كام سنه، سنتين ثلاث سنين، اللي هما لسه مولودين. صح. شايفين حاجات احنا كنا بنشوفها في افلام نقول لا استحاله تحصل، والله، فاكيد ده برضو بيأثر عليهم. صح. فانا عشان كده احب ادي العياط حقه جدا واحب ما ابقى تحت ابقى تحت. متى خيبتي ظن دينا في دينا؟ كتير. اي فترات يبالك ولا موقف اكثر مره زعلتي من نفسك؟ قريب. شو صار؟
أنا مندفعة يعني بمشي وراء إحساسي زي ما قلت لك، أو زي ما أنت بتقول على فكرة الناس الحساسة أو الإحساس. أنا بحب وهفضل كده على فكرة، مش دي مش حاجة عايزة أغيرها. بس في أوقات إحساسي بيقول لي حاجة بس أنا شايفة الصح، يعني أنا أما بقعد مع نفسي مثلا عارفة إنه لا هو ده مش صح، هو ده غلط من أوله، فخلاص يعني مستنية إيه، فاهم؟ بس بفضل حاسة حاجات فبقول لا يعني أنا هفضل. بس برضو حاجة دايما بقولها، أنا ما بحبش الندم، لأنه ما كنتش هبقى أنا لو قعدت أندم على كل حاجة. ممكن أتعلم من اللي حصل بس مش عايز أندم، لأنه لو رجعت لنفس الوقت تاني بنفس السن بنفس دماغي هعمله برضو. يعني أنا مش عايز أغيرني، ممكن أكون عايز أغير حاجات فيا، ده أكيد كلنا عايزين نبقى أحسن، بس حاسة في حاجات فيا لو اتغيرت هبقى بني أدم أوحش من ما أنا. فاهم قصدي؟ فاهم. فلا أنا على طول أوقات كتير قوي بخيب ظن نفسي في نفسي. تؤمنين في الحب من أول نظرة؟ أنا حبيبة. حبيبة أوكي، بس حب من أول نظرة؟ أوف. على أي أساس؟ ما أعرفش، هو كده بتحس إنك اتخطفت كده. عمرك ما بس هذا إعجاب؟ إعجاب أم حب؟ لا خلاص بقى بتحب بقى، ما أعرفش عمرك وحسيت كده؟ لا لا أنا حصلت لي صراحة. لا إنه يعني أنا بقول للجمهور يمكن يعرفون هالمفهوم اللي قلت ذكرته كم مرة، عشان أجمل مفهوم لي عن الحب هو مبني على أنا غيرت في المعادلة عشان قبل كده أقول شيئين. الحب أشوفه مبني على الاحترام والثقة، ده أكيد. فأنا كيف أشوف واحدة في السوبر ماركت أقول على فكرة أنا أثق فيك وأنا أحترمك، إذا أنت منو أصلا؟ فصعب. ما أنت بتعرف بقى بعد كده الشخص. إيه ده؟ دي جميلة والله. بس عرفت كيف؟ فأنا مؤمن بالإعجاب. وإذا أنت محظوظ هالإعجاب يستوي حب. هذا إذا مشت معاك يعني. أيوة صح. بس لو حظك حبيت من أول واحدة أقول لها I love you. لا حبيبي. لا لا ما بقولش بقى، بمسك نفسي ما تهزر. بس حابتنا. لا بحس كده ان ايه ده، واقعد ابص كده الناحيه الثانيه وبعدين. بس حصلت معايا مره. بس خلي بالك الحب ده برضو سلاح ذو حدين. شو قصدك؟ بحبه جدا جدا، وساعات ببقى اللي هو لا خلاص مش هحب تاني، اصل بيوجع. يعني هو انت الحب نفسه، انا بحب الحب، حب اي حاجه يعني. انا احساس الحب نفسه حلو، انك تحس حد بيحبك، انت بتحب حد، بتطمن عليه بيطمن عليك، خايفين على بعض، فاهم؟ كبقى علاقه او كاصدقاء او كاهل او كده، فعلا مفهوم الحب ككل خطير. بس لما بتبقى في ريليشن شيب، متجوز، خاطب، في اي ريليشن شيب، اوقات كتير بتتوجع. هو ده اللي انا مش بحبه بقى في الحب. ما يستي شيء بدون شيء، صح؟ كم مره حبيتي؟ ممكن اقول مرتين. مرتين في حياتك. شو تعلمتي عن دينا بعد علاقات الحب؟ اسكت بقى. لا انا في الموضوع ده مش بعمل نفس الغلطات تاني. لا والله حسيت بقول لك متى حسيت. يوم قلت لك قبل 5 دقائق، يوم جاوبتيني على قلتي من قريب، قلت لك شو قصدك؟ عرفت ان الموضوع تكرار نفس الدوامه. نسيت شو كان السؤال. ايه متى خيبتي ظن دينا في دينا؟ دينا في دينا. فشفت مخك راح وقلت اوكي عرفت اي نوع انت. انت من النوع اللي نفس المعنى، في حرب بين المشاعر وبين المنطق. في حرب، ده اكيد. فانا من كم يوم جالس مع الموظفين اللي عندي واقول حق واحده
أقول لها عطيني موقف في حياتك ندمتي عليه وكان القرار منطقي مش مشاعري، مش من المشاعر. كل الندم من المشاعر. قولي لي مرة أنت لستي بالمنطق وقلتي يلا بالإيجابيات والسلبيات وباخذ القرار، تقريبا مستحيل تندمين. بس يوم ناخذ المشاعر والعاطفة أكيد هتندم. هل أكلنا تبن يعني؟ هذا هو. فقلت لها المشاعر كل ما المشاعر زادت المنطق أيوه بيقع. فأنتي عشانك إنسانة حساسة وتحبين مشاعر وتحبين الحب، يمكن تنجذبين لرجل معين ولا لعلاقة معينة مع أن كل المؤشرات يسا تقولك لا عرفتيت لا. بس هني الحرب. تعرفين بس أقولك حاجة برضو ببص للناحية البوزيتيف بتاعتها، كان في مومنتس حلوة قوي هتفضل فاكرها طول عمرك اما 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 تحب بجد. في لحظات عمرك في حياتك ما هتنساها حلوه. مش اتبسطت وقتها وحسيت احساس حلو؟ هتفضل عارف. هقول حاجه بس ما اعرفش هتقول عليا مجنونه ولا ايه. عارف لما مامتك كانت بتعمل كيك مثلا زمان وتمشي في الشارع تشم وتفتكر مامتك؟ انا بالنسبه لي الحب كده، هشوف مكان هفتكر اللحظه انت اما بتشم الكيك بتدوق طعمه في بقك. انا نفس حاجه بالنسبه لي، انه المومنت دي كانت حلوه، الفتره دي في حياتي كانت حتى لو اولها مثلا حلو اخرها وحش قوي، ده دي الحياه، ده الطبيعي. فحلو حلو انك يرجع لك. ممكن في وقت تبقى متضايق ربنا يحط حاجه كده في سكتك تفكرك باللحظه دي تبسطك. ما اعرفش يعني انا بفكر كده. وشو معنى الحب بالنسبه لك غير الإحساس اللي الواحد بيحسه؟ لا الحب لو بجد أنا ممكن أقول الحب اللي أنا بحب. أمان، ثقة، حنان. حلو. شو فعل ما تقين سامحينه؟ بكره الكذب والخيانة. الكذب والخيانة. مش كعلاقة على فكرة بين واحد وواحدة، بس in general أي نوع؟ لا في شغل ولا صداقة ولا مش بحبهم، دول بشوفهم ضعف. أنا أشوف الكذب والخيانة من ما أعرف لو المصطلح صحيح، من الجبن، من الجبان. أي الجبان يكذب طبعا. يعني أقول لك وين كنتي البارحة؟ تقولين لا كنت والله عند أمي. بالضبط. زين ليش ما تقولين؟ بالضبط. والله كنت في حفلة مع أصدقاء. عادي قولي صح. يعني شو المشكلة؟ صح. يعني خايفة من شو؟ أنا زيك. هو الجبان يكذب على الأبسط، عشان حتى الطفل ها وين؟ كليت الشوكولاتة تقولش لا ما كليت، أنت خايف. صح. صح؟ عشان صح. خايف. صح. فقريت مرة إحصائية مو طبيعية، أظن الإنسان يكذب مرة كل 4 دقائق في أي حوار، شيء شي. كل إنسان يعني من الطفولة هالمعدل شيء شي. لازم أحصل الإحصائية بس. ايوه بس ده بجد. أيه؟ ترى لا تنسين الكذب في كل انسان من الطفوله، من الخوف. الكذب من شو؟ من الخوف. الطفل خايف. صليت خايف. عدلت السرير عدلته. سويت الواجبات سويت، ما سوى بس خايف انه يزعل حد ولا يحبط حد. اهلي كانوا بيعملوا حاجه فيا وانا صغيره، عشان كده انا لما بكذب بيبان عليا جدا 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 جدا. ممكن مثلا حد يقول لي كلمتك على التليفون و بجد مثلا التليفون بالنسبه لي مش حاجه مهمه في حياتي، وانا عارفه ان ده غلط. فممكن اقول اي حاجه مثلا انه اصل انا مثلا كنت كذا، في ثانيه بيبان عليا. اهلي وانا صغيره كانوا بيقولوا لي ان اللي بيكذب بيكتب على قرطه كذاب، فكنت اول ما اكذب اجري على المرايه هشوفها طالعه، فخلاص بيعرفوا، فكانوا اذكياء جدا. فلحد دلوقتي عندي مشكله في موضوع الكذب، ما بعرفش اكذب، بيبان. يعني حتى اصحابي لما بيقولوا لي حاجه ما اقولهاش ما بقوش يعملوا كده، لانه عارفين. عارف المسرحيه اللي كان يونس شلبي بيقول كل حاجه فيها، ما بيقولوا له يا عاطف. لا بتاعت العيال كبرت. هو كان بيقول كل حاجة وهو كان اسمه عاطف. أوكي. أنا أصحابي في وقت كانوا بيقولوا لي عاطف، إن مامت صاحبتي كانت تقول لي تعالي يا عاطف عملتوا إيه النهاردة، فأنا اللي هكر، فاهم؟ لا أنا مثلك، سويت لنفسي قاعدة إن ما أكذب، والقاعدة لنفسي مش للناس. أيوه أصل ملهاش لازمة. أنا عايش مرتاح وخفيف، ما عندي كذب. أيوه. ما أحتاج أغطي.
عارف لما بتكذب في حاجه كمان غطي. بتقعد شايل همها ولو وانا نساي يعني عادي اكون ناسي كذبت ما في فايده. لا واللي قدامك لو مثلا عادي هو بس قالب وشه مثلا جو حر انت تفتكر ان هو عارف انت عامل ايه طب ليه لا 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 مش مستاهله. على موضوع الخيانه انا عارف القصه المعروفه اللي في الاعلام عنك انت والخيانة والصديقة بس عندي نظرية استشارتك فيها الحين في نقطتين على هالموضوع اللي شفتهم بالمقابلة ما بنتكلم عن الموضوع بس بنتكلم عن هالنظرية. أنا يا ما سمعت قصص دينا ويا ما أسمع سوالف وما أعرف لو النظرية صحيحة بس لاحظت وايد الحريم اللي هم النساء النساء يسرقون أزواج صديقاتهم ولا البوي فرند ولا حبايبهم اكثر عن رجال يسرقون زوجات اصدقائهم. احس يعني كل ما اسمع القصص لو يجمعهم كلهم عادي 90% بنات. ده حقيقي. فانا ابى افهم هالسؤال. انا اسال سؤال عن شيء دراسه. ليش تحسين البنت تبى تسرق ومرات تكون عز صديقه لك وتسرق زوجك؟ ليش؟ يعني انا يا احاول افهم شو هدف ولا انت الغريزة. عارف اصلا ايه اخطر حاجه في الموضوع ده؟ انها بتبقى عارفه كل حاجه عنه، ايه اللي بيحبه، ايه اللي ما بيحبوش، فبيبقى سهل كمان بالنسبه لها. طبعا موضوع الخيانه وان حد ياخد راجل من واحده صاحبتها وكل ده، احنا بنتكلم انا بالنسبه لي في ليفل كارثه من الصداقه ومن الستات عموما. بس انا معاك ان الموضوع ده بقى كتير. وفعلا ما اعرفش ليه الرجاله مش كده زي الستات، which is حاجه يعني مهينه بالنسبه لنا. انا بفهم الفكر، يعني كيف وحده تقدر تكون صديقتك اعز صديقه؟ على مو بقى اعز صديقه، ما يستوي، ما تقدر تعطينها العنوان. عرفتي شو قصدي؟ كيف؟ بس اقول لك حاجه، حتى يا انس لو مش صديقه، ان واحد مع واحده اصلا وانت تاخديه من هو مع واحده عنده عيال بقى ما عندوش عيال عنده برضو مش في شريه في الموضوع. فانا طبعا لو تعرفها وصاحبتها دي اوحش بكتير اكيد. بس انا الوالده دائما تقول شيء، تقول ما حد يسرق ريال حد. ما في سرقه، ما خطفته، لا هو بمزاجه طبعا. بس ما هو لما بيلاقي برضو ان التاني يعني ما هو فهمتنا، ما فيش حد بيجي لوحده ولا حد، يعني هي بتبقى اثنين تكس تو تو تانجو. اكزاكتلي. بس انه هي برضو وحشه صراحه قوي لما تبقى صاحبتها وعارفاها لا كارثه يعني. هل تعقدتي من هالتجربه؟ لا. ولا عادي خلاص تردين تستثمرين في علاقه صداقه لا لا وبثق عادي لا 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 لا. اصل مش كل الناس شبه بعض، ومش كل حاجه، مش معقول هيفضل يحصل لك نفس الحاجه يعني كذا مره تاني. المفروض الواحد يتعلم. بس انا بشوف ان انا لو ركزت قوي في الحته دي ما كانش هيبقى عندي صحاب بنات بقى يعني. صح. لا انا بثق في صحابي اللي هتخذلني تاني خلاص مش هعرفها، هتطلع من حياتي وخلصنا يعني. فاهم؟ انا بقى بتضايق دايما على صاحبتي، ممكن اتضايق عليها اكتر من الشخص، لان انا بشوف ان الصداقه دي حاجه مهمه زي الاخوات، انه دي المفروض تفضلي معايا طول العمر، احنا مش عايزين حاجه من بعض. يعني فاهم قصدي؟ دايما الراجل والست ستيل بيبقى فيه نيدز، انما الصحاب احنا مش عايزين حاجه غير ان احنا نبقى كويسين مع بعض ونسال على بعض بس ما وصلنا للجواب انا وانت. لا اشمعنى البنات اكثر اسمع قصص عن اولاد؟ والله ما عندي جواب. يمكن عشان برضو معدل الرجاله، خلي بالك انا ملاحظه الموضوع ده ليتلي، فكره الجواز انه البنات مش لاقيه ولاد. انا بحكي لك بقى حاجه كمان انا شايفاها حواليا، يعني في سن معين كده بتبقى البنت كبرت شويه فيه مفيش ولاد في سنها الا لو اتجوزوا. مش بقول مفيش ولاد او ولاد، انا بقول ولاد، انا لسه بقول لك حاسه ان انا عيله صغيره، اقصد رجاله يعني. مفيش في سنها غير لو متجوز، يا اما اصغر منها بكتير يا اما فاي ثينك برضو ان او من الشخص. مش مفيش في رجاله في العالم، بس اي مين من الناس اللي بالنسبه لها مناسب كزوج. بتهيألي هاي النقطه وايد مهمه، خليتيني حتى افكر. اظن عشان بعد في وايد ريايل اي شيء يعني ما ياكلون عيش،
فيوم البنت تلقى واحد مستقر عنده يمكن أولاد عنده وظيفة زينة تقول يا شوفوا فيه يعني هذا فهي تبى نفس الشيء وللأسف مرات على حساب شو على حساب صداقة ولا شيء شيء إن ما تروح تشوف مكان ثاني هذا جاهز أيوة بس لازم أكسرها عملها قبل كده فمش هيبقى خايف تعالى تعرفين في نظرية وايد غريبة بس ليش المرأة تنجذب لواحد عنده سيارة غالية والحلوة لا بس لا بس أنا بشرح لك السايكولوجي وراء أنت هتشرح لي ليه بقى دائما يوم واحد عنده سيارة حلوة ويسوق فيها يجذب بنات معروف كأي دراسة أيوة ده أكيد النفس. فقالوا لي تعرفين شو؟ إيه؟ المرأة ليش تنجذب لها اللي عنده سيارة فاخرة؟ ليه؟ عشان يساوي فلوس معناته يساوي استقرار معناته يساوي دخل واستقرار في حياتها ده كل ده بيتحسب في ثانية أول ما تشوف هي تشوف هذا تقول هذا بيعيشني حياة مستقرة آمنة واو مع أنه ولا تعرف كم هورس باور وكم ما تعرف أي موديل بس تشوف سيارة حلوة فقلت سبحان الله يمكن نفس الشيء يوم تشوف واحد متزوج ومستقر هي تقول إنسان طبيعي ها ريال طبيعي الحمد لله بتهيألي يمكن وصلنا لشيء أي. إذا دينا ماشية في الشارع وشافت دينا يعني أنت منفصلة كلون كوبي أوكي شو بتاخذين انطباع عن دينا لو ما تعرفينها لو أنت خلينا نقول أنت مو بدينا أنت مو بدينا وماشية في الشارع وشفتي دينا شو الانطباع اللي بتاخذينه يعني هبقى شايفاها كده غلبانة كده مش عارف هحبها ايه؟ فالفكرة الأولى تقولها شكلها واحدة حبوبة يعني يعني مش هتضايق منها لأ بتهيألي ولو ما كنتي دينا بتكونين صديقة دينا؟ ليش؟ يمكن كمان دلوقتي مش وانا صغيره كانت هتجيب لي مشاكل دينا كانت هتجيب لي مشاكل اهلي بقى هيبهدلوني ونزوغ من المدرسه والحاجات دي بس ليه عشان كنت هبقى عارفه انها هتبقى بتحبني وموجوده في اي مشكله مش انه بتكلم على نفسي كدينا بس انا حتى اصحابي كده في حاجه عايزه اقول لك عليها على موضوع الناس اللي بتاخد تضحك الناس اللي بتاخد مثلا جوز حد او كده في فتره طويله قوي مثلا سنتين في حياتي قعدوا ناس يعني مش عايزه اقول القصه بالظبط بس خليني اقول لك الكلام اللي كان بيتقال ان انا اخدت حد من حد وكده ده ما كانش حقيقي خالص 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 الوقت ده كل اصحابي قعدوا يقولوا لي قولي ان الموضوع التاني ده كان خلصان من سنين طويله وان مفيش حاجه وان هما مش مع بعض بس برضو قررت ان انا ما اتكلمتش طول ما انت عارف ان انت ما عملتش ده ما بتبقاش قاعد متضايق من الكلام اللي بيتقال انما لو انت عامل ده زي الناس اللي بيعملوا اللي انا مش فاهمه هما بيعملوا كده ازاي هما دول بيتهيألي اللي بيبقى يا اما ما بيبقاش عندهم دم خالص فمش حاسين بما انهم عملوا كده يا اما بيبقى زي ما بيقول بنقول على راسهم بطحه يعني سؤالي لك ليش انتظرتي كل السنين يعني لو حد في مكانك ومتهمينك ان انت صارقة ريال حد ليش تتمين ساكتة لو غلط الكلام عشان مش حياتي لوحدي فمش هط يعني مش هقدر اطلع اتكلم عن حياة ثلاث اشخاص فاهم واحنا كنا اوكي مع بعض يعني انت لسه تفلترين مخك اقول بالظبط يعني انا وهي كنا اصحاب جدا ولسه اصحاب لحد دلوقتي فما عندناش مشكله بنضحك على الكلام اللي بيتقال يعني بقول لك مش على راسي بطحه او انه لازم اطلع ادافع عن نفسي مع اني عارفه ان ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب الموضوع ده اللي هو مش حقيقي بان بقى بعد فتره ان انا والبني ادمه اللي كانوا قايلين ان انا اخذت جوزها او كده ان احنا اصحاب فده ما كانش حقيقي ما كانش ليه اي وجود من الصحه زي ما بيقولوا بس بص في اوقات كده او مش في اوقات انا في حياتي عموما بسيب اللي يتكلم ممكن ناس كتيره قوي بتقولي ده غلط انت محتاجه سبيشلي ان انت تقدري تطلعي تقولي ده مش حقيقي مش بقى بتكلم على الموقف ده ان جنرال في الحياه عموما انا ما بعملش كده يعني مش عايزه اقعد اركز في الحاجات دي واسيب الحاجات اللي عندي مهمه شغلي اهلي الناس اللي بحبهم لا
هم دول الفرقين لي، دول اللي عارفين مين دينا تعمل ايه وما تعملش ايه، مظلومه في ايه مش مظلومه في ايه، دول اللي فرقين لي بصراحه. فانت تحسين مهم تقولين هالنقطه عشان موقفك ضد الكذب وضد الخيانه، وغلط ان الناس يمكن حاطين عليك انت هالستيكر هذا. عشان ساعتها لما باجي هقول لك بصراحه لما اتكلمنا في الموضوع ده، او لما باجي اتكلم على الكذب والخيانه، في ناس ممكن يكونوا شايفين انه طب ما انت ممكن تكوني عملتي كده. والله لا، يعني ما كنتش هطلع اقول كده انه دلوقتي، بس ده مش حقيقي. وانا بقول لك وقتها انا مبسوطه ان انا ما بتكلمش فيه او ما بقولوش، عشان احنا اللي يخصنا الموضوع او اللي فارق معانا الموضوع احنا عارفين انه ده مش حقيقي. زين يا دينا. سؤال مكعب ما تعرفينه صح؟ سؤال ايه؟ مكعب. لا ايه هو؟ الحين احتاج لو حاجه بقى. لا ما تخوف. اوكي بتحبينها. اوكي بس يحتاج خيالك. ماشي اوكي، ما دامك ممثله وفنانه مفروض يكون سهل. سكري عينك. اوكي فأباك تتخيلين صحراء. اوكي ما فيها ولا شيء ولا شيء ولا شيء، فاضيه الصحراء، وفجاه تشوفين مكعب. وصفي لي المكعب. عامل زي، عارف اللعبه اللي بتقعد تعملها كده عشان تجيب ستين. الالوان. كبير ولا صغير؟ صغير. كم تقريبا حجمه؟ اكبر عنك اصغر عنك؟ لا اذا صغيره قوي قد راس القطه كده. اوكي، وعلى التراب، داخل التراب، يطير وين؟ يطير يعني فلوتينج ولا على التراب؟ لا مش فلوتينج، على يعني ثابت على التراب. اوكي. شفاف ولا ما تشوفين؟ لا كله الوان، ازرق اخضر احمر اصفر. اوكي، بعد ما تشوفين المكعب شفتي سلم لادر، وين السلم؟ بعيد عن المكعب. اوكي، واقف طايح مايل. اوكي، كم سلم؟ 12 سلم فوق ولا اقل؟ ستة. وجديد السلم ولا قديم؟ قديم، خشب. اوكي، بعد السلم يا دينا تشوفين خيل، حصان. وصفي لي الخيل. حلو قوي. اي لون؟ بني. شعره حلو قوي وكبير، خيل حلو قوي يعني. واقف يركض، شو يسوي؟ واقف. وين واقف؟ هو دلوقتي الحتت يعني المكعب ده في حته، السلم بعده شويه. كنت اما انت قلت لي كم ليفل طلعت اعدهم لقيت اوضه. لما لا تدخليني اشياء ثانيه، الاشياء اللي انا قلت لك الحين. عندك مكعب، عندك سلم، وعندك الخيل. ما هو الخيل ده ايوه في الاوضه اللي فوق السلم مش في الصحراء. الخيل فوق السلم. اوكي بنمشيها، ما عليه، يمكن خيالك واصل بعيد. اول مره اسمع الجواب بس ما عليه. فالخيل أقصد واقف فوق السلم موصلك للاوضه. الاوضه كبيره هي فيها خيل، فاهم؟ عشان كنت بنسوي هالريمكس، ما عليه، فايروس في بنكمل. انزين، وبعد الخيل طلعت متخلفه حتى في التخيل. لا اسمعي، وبعد الخيل تشوفين ورود. وين الورود؟ على الشمال كده. وايد ولا شويه؟ لا شويه. عايشين بصحه زينه ولا شبه الياسمين كده. وعدال المكعب ولا السلم ولا الخيل؟ لا جنب الخيل. جنب الخيل فوق يعني. اوكي، واخر شيء تشوفين عاصفه. وين العاصفه؟ عند المكعب. اوكي، شو العاصفه؟ وصفي لي اياها. رمله قوي، هواء ورمله. اوكي، ومأثر على المكعب؟ لا ما تحرك. اوكي، افتحي عينك. Give me the cards please. طلعت ضايعه في ال اوكي يلا التحليل. اه اوكي،
نرجع للرقم واحد. انزين، فالسؤال المكعب هو دراسة اللي حاب يعني يعرفها اسمها كوكولوجي، ولطبيب نفسي ياباني ويشتغل على العقل اللاواعي السبكونشس. عشان لو سألتك هالأسئلة بشكل مباشر تقدرين تعطيني جواب جدا مثالي. بس وانت مغمض، انت مغمضة وما تعرفين انا ليش اسأل السؤال، فاللي في البيت يقدرون يستمتعون. انزين، المكعب هو الأنا او الشعور بالذات. انزين، فانت قلتي المكعب صغير، ممكن ان تكون من النوع المتواضع الاكثر خجلا وانطوائيا ويفضل الاندماج اكثر من الظهور والتميز. انزين، مكعب يقف على سطح الصحراء يدل على الاستقرار، منطقي ودقيق، وربما تعرف ماذا تريد من الحياة وتجتهد لتحصل عليه. يعني ده يعني واو. اوكي، بعدين مكعب صلب، تعرف من انت، واثق من نفسك، ومن وليس من السهل التلاعب بك. السلم اللي هو منفصل بعيدا عن المكعب، السلم هم العائلة والأصدقاء المقربين، يعني أنك ربما تحل معظم مشاكلك دون مساعدة العائلة والأصدقاء. أوكي، والسلم المنفصل عن المكعب اللي مو مايل عليه يشير أنك شخص أكثر ثقة بالنفس واستقلالي، يعني independent. إنزين، السلم اللي هو كان أطول عن المكعب صح؟ ست خطوات. أعلى من المكعب أنك تقدر أصدقائك وعائلتك وتهتم بها. أوكي؟ قديم نتيجة مباشرة لعقلك الباطن بخصوص معرفتك الجيدة بأصدقائك أو معرفتك لهم لوقت طويل. أوكي، عدد الخطوات في السلم يدل على الأشخاص الذين في دائرتك وهم ستة. ستة ها؟ الحصان هو الشريك المثالي. زين، انت قلتي جميل وقلتي قوي، فهاي ما احتاج اشرحها يعني. وقلتي من اغرب الاشياء، اول مره اسمع هالشيء، حصان بنيته قوي، هذا يعني انك تريد من شكل تحفي المواصفات التي تريدها في شريكك وهي القوه. قلت شعره حلو. قلت شعري حلو ليه؟ قلت كذا، ما اعرف ايش قلت شعري حلو، قلت شعره حلو مو بشعري. زين، وبعدين شيء اللي قلتيه مو مكتوب هني بس بحاول افسره، يعني بتفلسف. يعني انت قلتي الخيل، اول مره اسمع الشيء، فوق السلم. يعني مرتبته وايد عاليه مقارنه حتى فوق راس الاصدقاء والعائله. واو. فأنا التفسير أو تقديرك للشريك المثالي بمثابة العائلة وأكثر، أو قربة للسلم، معناته الشخص اللي تحبينه مفروض يكون جدا قريب من أهلك ومن أصدقائك. نمشيها كده عشان ما فيش حد أنا بحب بس أهلي. بس اللي أفكر يعني الورود هم الأطفال. كانوا معايا فوق مع الخيل. أيوة، فأنت ربطتي الشريك بالأطفال وتحبين ان علاقتهم تكون مقررة. ما كانوش كتير، يا خسارة. انت سألتني كانوا كتير. لا ما نبقى كثير. ماشي، شو كم اولاد؟ زين، وبعدين وصلنا للعاصفة. العاصفة ما شاء الله. مين هاي؟ انا عاصفة واسمع هواء. انا كمان والله اظنها الهواء ترى. اوكي، أو ما قلت العاصفة هي العاصفة. إنزين، العاصفة هي المخاوف والضغوط التي تشعرين بها في الحياة. فأنت قلتي العاصفة مأثرة جاية بس على واحد وهي أنت المكعب، مش مأثرة على أي شيء ثاني، بس ما حركتك. إنزين، فتمر العاصفة دون التأثير عليها، عندك القدرة على تخطي المصاعب وعندك القدرة على حل كل الأمور. حبيت اللعبة دي قوي بجد. Can I give this back? Because I don't know where to put it. Okay. فهذا سؤال المكعب. حلوة، حبيتها. هي ترى وايد دقيق، دقيق دقيق يعني. أيوة، غريب قوي. وأنا أول حد أقول لك على موضوع الأوضة دي، ها؟ أول، عشان أنت اخترعتي لي أوضة، بس أنا عشان الفكرة قلت إن الخيل على السلم هذا عيبني. آه. ف
فقلت يمكن انت جدا مهم الشريك يتوالم مع اهلك. أيوة. يتوالم مع صحابك. أيوة. تخافين من شو؟ بخاف من الوحدة والموت. من الوحدة والموت. ليش الوحدة؟ مش يعني مش مش يعني مش عايزة أعيش لوحدي أكيد. لما أكبر يعني. وليش خوفت؟ لا اكيد هيبقى نفسي يعني حد ياخد باله مني او ياخد باله مني. بس كلمه خوف انت ربطتي مع الخوف. كلمه كبيره. عشان بفكر فيها يمكن. يعني لما بشوف حد كبير في السن ولوحده ما اتمنيش ان انا ابقى كده. ما تقليش حد يتمنى يبقى كده يعني. الوحده مشكله. هو الموده بعد مشكله. في وبقول لك شيء مهم. الانسان ما يقدر يكون روحه. الانسان مخلوق لازم يتواصل. انزين ف ذكرتيني واحد من اصدقائي يقول لي ها بتتزوج؟ قلت له يا ريال خلاص ماما انا كنت متزوج قبل. قلت له لا لا ما افكر الحين. قال لي انا صص الحين انت تقول شيء يوم بتكبر اولادك بيكبرون منو بيهتم فيك ترى بتكون وحيد. فمرات يلعب في المخ تعرفين. المهم في شيئين في مثل دائما اذكره. الجنه بدون ناس ما تنداس. ده حقيقي. حتى الجنه بروحك ما في فايده. ايوه هتزهق اصلا. أيوة. بعد شوي. والنقطة الثانية هالشيء اللي يخوف. في دراسة كانت مسوية لو دخلتي على الجوجل بتحصلينها. دراسة في أمريكا كانت يابو أطفال توهم من والدين. infants. حرام. رضع. حطوهم في غرفتين. غرفة واحدة كان بس يأكلونهم يعطونهم ينظفونهم يسبحونهم ويعطونهم الاحتياجات عشان يتمون أحياء الغرفة الثانية كان في حب وحضن ويشلونهم وكذا ويأكلونهم وهالأشياء. الغرفة الأولى كم واحد من الأطفال ماتوا؟ كثير. ماتوا مو بنا. معناته الإنسان بحاجة إلى اللمس والحب. الأكل مش كفاية طبعا. تعرفين؟ ليش تأثرتي؟ عندك حق. أنا كنت عارفة إني هعيط النهاردة منك. مش عارفة بالذات الأطفال لما بتيجي سيرتهم في الحاجات دي حرام كمان يعني. بس أنتي ليش تأثرتي؟ عشان كلامك صح. مهم ان الواحد يحس ان حد بيطبطب عليه في مضايقته وانه يبقى معاه وانه مهما معاك اي حاجه في الدنيا لو لوحدك عمرك ما هتحس بحلاوتها. الوحده خوف عندك. هل معناته دينا حست بالوحده في فتره من حياتها وما تبغى تكرر الاحساس؟ اكيد. وكيف الفترة؟ لا يعني ما هو عشان أكتر إحساس بيخوفني ومش بحبه فلا أكيد كانت صعبة يعني. هل معناته أنا حين بيلس أنقش شوي. هل أنت من النوع إذا حبيتي شخص والعلاقة انتهت ما تقدر تتحملين تكونين روحك لازم تدورين حبيب ثاني عشان ما تحبين تكونين دينا بنفسها؟ لا بحب أخذ نفسي واتضايق جامد 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 واخرج كل ده عشان ما اظلمش حد بعده. اوكي. يعني فكره الريباوند بالنسبه لي هي اسرع طريق ان انت تبقى كويس على فكره.
انك تلاقي حد تكلمه وتحكي له يبقى جنبك، بس انت بتعمل اللي اتعمل فيك في حد تاني، فإتس نوت فير. انت قلتي من شويه، قلتي ما عندك مشكله تكون تحت في القاع، اخذنا خذ وقتك قلتي، بس بعدين تطلع. اه فانت يو دونت ريباوند. انا بفضل لحد ما اخلص كل اللي عندي، يعني ممكن اقعد 3 شهور في البيت ما انزلش ما اشوفش حد، واما عاوز اعيط اعيط، اما عاوز اكل بقى واتخن يعني كل يعني اي حاجه هتخليني حاسه ان انا عايزه اعملها دلوقتي هعملها عشان اساعدني. بعد كده ما بطلع ببقى بجد كويسه، مش بمثل ان انا كويسه، اصل انا نفسي اهم من ان انا ابين قدام حد حاجه. يعني انا بشوف ده دايما، انه في ناس بشوفها بيبقى فارق معاها شكلها قدام الناس عن هي حاسه ايه. لا لا، مش هتقدر تعمل كده كتير، كمان في وقت هتقع، لان انت ليك حق على نفسك ان هي تتنفس. فده اللي انا بعمله. اكتئبتي قبل؟ اكتئبت، مش عارفه اسميها اكتئاب ولا لا، يعني الحمد لله حاسه انه لا، ممكن ما يبقاش اكتئاب، ممكن يبقى ممكن ازعل على نفسي، ممكن ازعل على حد بحبه، على اهلي، بس ان انا اكتئب ممكن، مش انا اللي هعرف اقرر يعني. بس بحس كلمه اكتئاب دي كلمه ثقيله قوي. اه وتستحق الاحترام ده اكيد، عشان الناس يستعملونها بسهوله. لا مثل الحب، انا دائما اقول الحب بعد كلمه ثقيله، ما تفر عليها، ما تقول لاي حد انا احبك، لا يعنيها. وفكره الاكتئاب ده برضو مراحل، ودايما بقول اول ما الواحد يحس نفسه داخل في الحته دي لازم يساعد نفسه. صح. لان في وقت بتبقى مش هتعرف تساعد نفسك. انا عندي ناس اعرفهم وصلوا لمرحله حقيقي هم نفسهم يساعدوا نفسهم بس مش عارفين. فده مش حلو. هم وايد ناس تعرفين دينا يكونون عالقين في هالكهف، يعني مش عارفين يحصلون حل، ما عندهم المنطق ان انا مفروض اتصل حق طبيب نفسي، لا هو غرقان في هالمشاعر السلبيه. ما يفكر او ما يدرك بعد كم هو غارق. بتهيألي برضو عشان عارف ساعات الواحد بيحسس نفسه ان انا مثلا لو خرجت الاكتئاب هيروح، لو سافرت الاكتئاب هيروح، لو عمل let's say، مع ان الرياضه بتساعد في الاكتئاب جامد، يعني دي حاجه. صح. انا بجد بجد الواحد لما بيبقى متضايق وبلعب رياضه، لا بوزيتيف انرجي خطيره. بس بحس ان اوقات الناس ممكن تروح للحاجات دي وتفتكر انها بتساعد نفسها، والدروب بتبقى اوحش. انا ليش بعد سالتك عن الكتاب، عشان حد كتب لي قال ان دينا وزنها وايد نزل فتره معينه. ده انا عندي مشكله بقى في الموضوع ده. انا طول الوقت شايفه نفسي تخينه. اوكي. ده على فكره من زمان، فطول ببقى مبسوطه جدا 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 وانا خاسه، والناس بتقعد تقول لي شكلك احلى وانت تخنانه. انا مش بقتنع. انا ليه بحب وانا خاسه؟ بلبس اللي نفسي فيه، بفتح الدولاب البس اي حاجه احسها حلوه عليا. بس ده طبعا ده يعني ده مرض، ده انه الواحد يبقى شايف نفسه حاجه مش حقيقته. بس انا اتحسنت في الموضوع ده، يعني انه بعد فتره بقيت اما ابص على صوري اقول لا فعلا هنا كان شكلي مش حلو خالص، انا كنت خاسه قوي. ف بس لا مش من الاكتئاب، بالعكس انا يا ريت، انا ما بكتئب باكل. انا لما بتضايق باكل. يا ريت. اجمل لحظه في حياتك؟ اجمل لحظه في حياتي لما بشوف في عينين اهلي ان هم مبسوطين مني، او فخورين بي. موقف معين كنت بعمل حاجه غريبه قوي، عشان كده نفسي اجيبهم المسرحيه. الحاجات اللي بتبقى على الستيج قدام الناس بتفرق قوي عن ان انت تشوفها في التلفزيون او كده. كنت بعمل برنامج اسال قلب بالعربي، وحسيت ان هم فرحانين قوي وهم قاعدين. عشان كده المره دي ان شاء الله نفسي اجيبهم يتفرجوا على المسرحيه. انا بالنسبه لي مثلا المسرحيه ده احلى احساس جالي في حياتي. ادرينالين وسعاده بجد،
يعني بقعد اقول نفسي مش عارفه ليه ما كنتش بعمل مسرح قبل كده. ف تخيل ان دي هي بس بس بص برضو جبت ايه شغل واهلي عادي. اسوأ لحظه في حياتك في العموم ولا حاجه معينه حصلت؟ شيء يطلع موقف. لما واحد صاحبي قوي توفى يرحمه. وليه مأثر طبعا. كيف توفى لو اقدر اسال؟ في البيت من هبوط. انا صاحبي توفى من اسبوعين ثلاثة اسابيع. كنت متعشي معاه من يومين قبله. لا ده يعني ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب ويصبرك. امين. ابو ترك زوجته ترك اهله. كل حد اتدمر وهو توفى الله يرحمه. هم يتوفون ويدمرون كل حد. شفت اما كنت بقول لك دلوقتي واحنا في الاوف اما بقول لك الواحد كان فكره عن الخلفه الاول حاجه ودلوقتي حاجه. هو ده قصدي انه هو يمكن يبقى في حته احسن ومرتاح بس بيوجع قوي اللي حواليه. هو هم اللي عايشين ده. هو ده اكتر حاجه مش يعني اكتر حاجه بالنسبه لي فكره ان الواحد يخلف دلوقتي انه يا انت هتسيبهم يا هم هيسيبوك. فانه بس هم اكيد مرتاحين يعني في حته احسن نتمنى. تعرفين ليش تقولين هالجمله؟ ليه؟ عشان انت ترتاحين اكيد. يبرد قلبنا اكيد. بس دايما بقول لكل حد اعرفه يعني فقد حد قريب منه بقول كانه سافر. يعني حطوا في دماغكم كان الشخص ده سافر. بس تعب يا دينا. لا طبعا موت الفجأة وايد تعب. موت واحد يلعب رياضة أكثر عني وأنا ألعب رياضة. يسوي آيرون مان. يومين قبل أنا أتعشى معاه. يعدل لي العصامة مالتي يقول لي لا تحطها بهالطريقة حطها بهالطريقة. مالديفز كنا مع بعض مع أولاده. وفجأة ما يقوم. الأولاد شو يسوون؟ الزوجة شو تسوي؟ السرير فاضي. ابتلاء كبير. أبو يدفن ولده. دي صعبة قوي بجد. ما حد مو مفروض أبو يدفن ولد. مفروض أولادنا يدفنونا. لا الموضوع ده بكره فكرة الموت. يعني مش عايزاها أصلا تجي في دماغي. فاهم قصدي؟ مش عارف. متى توفى؟ ده هيثم زكي الله يرحمه. الله يرحمه. من زمان ولا من قبل؟ أنا ما أعرف. والله ما أعرف بقاله كم سنة يعني. سبحان الله. وليحن يأثر. الموت حق وما نتعود عليه. على قد ما نعرف ما نتعود. لا وفي حاجة غريبة قوي دايما بتبعده عن الناس اللي بتحبهم أو الناس اللي حواليك. يعني كأننا واخدين الحياة دي for granted إنه لا إحنا كويسين وإحنا لا لا. هو بيجي كده يعني زي ما أنت بتقول كنت قاعد بتتعشى معاه لحظة. أيوة. تعرفين يبين إن حياتنا مثل الحبل. ولا حاجة ولا حاجة مستاهلة. عارف الكوبس بتاع الفيشة ده تتشال خلاص خلاص. صح. القلب هذا اللي حين ياس يدق بس يقرر خلاص دن. هو الله يرحمه راح كان نايم كان راجع من باريس من فرنسا. نام صحى الصبح راح صلى الفجر حبيبي رجع ما قام حبيبي سبحان الله.
بس لازم نتكلم عن انا تعرفين شو دائما اقول، مفروض نحتفل بحياتهم، نحتفل بالهدية اللي الله عطانا ان جابهم في حياتنا وعطانا وقت وياهم. هاي بعد نعمة الحمد لله، يعني قدرنا شوي ناخذ ونعطي ونضحك صح نحتفل. شو شيء يوم تذكرينه قلبك يبتسم؟ أنا رحت في حتة وحشة، استنى أحاول أفتكر. يوتيرن لو سمحتي. يوتيرن بجد، هو أنا عايشة على اليوتيرن ده. كل ما ألاقي نفسي كده أقوم حاودة. قلبي يضحك. أنت عارف لسه كنت بقول لواحد صاحبتي من كام يوم، كانت واحد صاحبتي ولا كان واحد صاحبتي مش فاكرة، بس كنت بقول إنه بقالي كتير قوي، لاني افتكرت، لان من كام يوم ضحكت من قلبي قوي، ضحكت اللي هو مش عارف تاخد نفسك وعينك بتدمع كانك بتعيط وكده. فقلت لها حاجه غريبه قوي، انا بقالي كتير ما ضحكتش من قلبي. احنا واحنا صغيرين كنت كل نص ساعه بتضحك الكركعه دي. حاجه افتكرها خلت قلبي يضحك. كلمه تذكرينها قلبك يبتسم. كلمة كل م... يعني كلما كل مرة تتذكرينها. كل ما كلما كلمة تتذكرينها. مش عارفة، دي يمكن تبقى حاجات حب بقى. صح. وكنت تفتكر كده وقت معين، حركة حد كان بيعملها. أنا الحاجات دي تبقى بقى عندي يعني موجودة بقى. وبابايا عنده حركات برضو بتضحكني قوي كل ما بفتكرها. إذا شو شيء يوم تتذكرين قلبك يحزن؟ تخيل مش حاجة عني بقى، يعني مش حاجة علي أنا، يعني ممكن أفتكر موقف مثلا حصل واحدة قريبة مني قوي، ممكن أفتكر حاجة ليها علاقة بأختي مثلا. عندي سؤال، الشخص اللي الله يرحمه توفى اللي قلتي اسمه مقرب؟ طبعا كان صاحبي من زمان جدا. أوكي، عندي سؤال حلو. لو تقدرين ترسلين له ايميل شو بتكتبين؟ كم باك. بس انت قلت يمكن في مكان احسن، ليش تبين تراجعينه؟ عشان برضو احنا انانيين يعني. صح. بتبقى عايز لما تبقى حد وحشك او بتحبه او نفسك تقول له حاجه هو فاهمها غلط او ما كانش عارفها، بيبقى نفسك بس الوقت يرجع تقول. صح. واللي يحصل يحصل يعني. يعني هيثم بالنسبة لنا كلنا كنا كلنا بنحبه جدا جدا جدا، بس يمكن هو ما كانش عارف احنا قد ايه بنحبه. فساعات بتبقى عايز ان انت بس يعني تعالى احنا بنحبك وخلاص، لو عايز تمشي يعني. في واحدة قالت لي في مقابلة، قالت لي والله اعطي سنة من عمري حق دقيقة ويا امي. سنة خلت روح. لو مو بأكثر، ما أتذكر كلماتها. والغريبة أن أنت بتبقى عارف أن ده هيحصل، بيبقى في ناس تانية قريبة منك يمكن أكتر، وبرضو البني آدم ده غريب جدا، نعيش كنا ما بنموت، وبرضو ما بتقولهمش اللي أنت عايز تقوله لحد مش موجود. أنا عشان شي هالموت وايد مهم عندي،
اتكلم فيه عشان في سؤال يوم عندي مرات عندي حلقات اسميها التوغذر فيجيب كابلز وانا اكون الثيرد ويل يا لستي. ايوه شفت حلو حلو قوي اتفرج وفسنت. ايوه وعياطه برضو. فالسؤال اللي وايد قوي اللي يكسر وايد ناس دائما اقول لهم لو هاي اخر محادثه انتوا تكلموا بعض ما بتشوفون بعض لا بعدها لا لا شو بتقولون لبعض؟ لا 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 هني لا الناس لا يكرهوني اكيد عشان السؤال صعب قوي يعني تقولين حق حد انت تحبين هاي اخر مره لا تشوفها. لا 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 بس تعرفين شو يغير معايير النقطه اللي انت قلتيها يذكرنا بالموت. في احصائيه وايد غريبه ولازم ادرسها اكثر قبل ما اتكلم وايد فيها. اظن في ميانمار ولا شعب من الشعوب يقولون اسعد شعب وفي يومهم يذكرون بعض 5 مرات في الموت ولكنهم اسعد شعب عشان يقدرون النعمه. فهي لست افكر اقول لو واحد انت تعرف متى ذكرتيني في يوسف الله يرحمه انا الحين قلت اسم صديقي يوم قلتي ابوي كل شيء كان يقول مو مشكله او ما فيش مشكله ذكرتيني في يوسف الله يرحمه عشان الله يرحمه يوم توفى كنت اقول انا سنت المشكله اللي عندك في الشغل والمشكله في الست والمكياج واكستنشن كمان يعني صدق هل نحن اللي هالدرجه تافهين ونحن تافهين نحن نصارخ ونتضارب مع كل حد على اسخف الشيء يا اخي الدنيا ما تستاهل والله لا والله الصحه لو راحت الحياه لو راحت في هاللحظه ولا حاجه في ثانيه بنينا نتكلم عن تاخير ولا كمان كمان يعني انا لما دلوقتي كلمنا كده وقعدنا نقول الكلام ده والله بجد عايزه مثلا اقول لاهلي ان انا بحبهم جدا 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 وهم اغلى حاجه في حياتي وان انا من غيرهم ولا حاجه. نفسي كل حد يحس اللي احنا حاسينه دلوقتي ده ولو بيتفرج علينا يدخل يقول لحد بيحبه كده او يكلمه في التليفون لان بجد 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 زي ما انت قلت اوقات الواحد هيبقى عايز يرجع ربع ثانيه. عشان كده بقول لك في حاجات لما باجي اقعد افكر فيها بقول ايه الهبل ده مفيش حاجه مستاهله. بقول لك حاسه في حاجات حواليا كتير انا حباها وربنا مديها لي لازم احافظ عليها. هي دي انه لا بقول لك انا فرفوشه انت لا بس مهم ان احنا نفتكر الحاجات دي زي ما انت قلت. شو على قد ما الواحد يبتسم لخبطت الدنيا طبعا عادي مش كده. خليتيني افكر في وايد اشياء. هالمعايير لازم تتغير. تعرفين اكثر الضيوف ندموا عندي اللي كان مخاصم اهله ومات يا لهوي مات ابوه ولا ماتت امه لا 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 ما ينفعش حد يخاصم اهله. انا اقول لكم من تجربه وهقول حق كل حد يشوف من تجربه من القصص اللي سمعتها ريايل كبار في السن واصلين 60 و70 لين يوم مش قلبهم محروق عشان ما كلم ابوه اخر فتره. ايوه طبعا. فانا نصيحتي هالكلام اللي انت قلتيه عبري اتصلي قولي حبيبي والله مشتاق لك والله يتعبالي مو تقولين بعدين بتصل ما في بعدين والله ما في مرات ما في هل بعدين تشوفين مسكول. في واحد بعد من الضيوف قال لي كل المكالمات ما اشلها عادي عادي مسكول الا امي قال امي لو منو وين اكون يقول ما بيني يوم مسكول واقول انا ما شلت التليفون بس وتكون اخر مره. انا يعني برضو دايما مركزه قوي انه ارد او حتى لو بعمل حاجه هقول ان ان, إن ايوه بعمل كذا وهتكلم. الموضوع ده بجد مهم صح ومع ذلك انا مقصره يعني كلنا مقصرين يعني ما مقصر دينا بس لازم نذكر نفسنا وكل فتره تذكرين مثل ما قلت هذه 5 مرات في اليوم. ايوه الوالده شو اسمها؟ ليلى. ليلى؟ فخالتي ليلى في كلمه اعمل ايه؟ لخصي لي الانسانه ليلى في ليلى كلمه. ليلى في كلمه ممكن كلمتين واحدة فوق الثانية ممكن ألخصها في الحنان. حنان. الوالد شو اسمه؟
لا ده قلب بقى ماشي على الارض كده. ده اسمه شو؟ محمد. محمد. فمحمد في كلمه القلب. القلب. عشان نحن نتكلم عن هالموضوع جمله اكيد بقول باللهجه المصريه الحمد لله ما حاولت. قول. لا لا ما ينفع. لا قول بليز. ليه؟ كنت بقول انا فاشل في هالاشياء. كنت بقول جمله عايزه تقوليها بروف للماما وللبابا وممكن مقصره ولا ما قلتيهاش كفايه. برافو. عرفت شو قصدي؟ جمله يمكن انت من نوع اللي تعبري ما اعرف بس يمكن ما قلتي في كفايه او ما قلتي ابدا بس الحين عندك فرصه تقولين لي هالجمله لامي هالجمله لابوي عشان قلتي امي بعد شوي مظلومه الناس يفكرون ان هي الصارمه. فيمكن عندك الحين فرصه تقولين لها شيء. عايزه اقول لامي ان هي مش عارفه انا بحبها قد ايه بجد. بحبها فوق ما هي تتخيل بكتير. وان هي بالنسبه لي ما كنتش اتمنى ام غيرها بجد. ابويا هو عارف هو بالنسبه لي ايه. وعايزه اقول له شكرا ان هو ابويا على كل حاجه هو وقف معايا فيها وسامحني فيها وكان في ظهري فيها. حلو. لو ناخذ قلب دينا ونحطه قدامك شو قلبك يقول لك؟ هيقول لي اهدي شوي. اهدي شوي. ما استغرب انت كلك عواطف. هيقول لي اهدي شوي. بجد عندي مشكله في الموضوع ده بس مش متضايقه منها. يعني ممكن تكون بتوجعني انا بس انا مش متضايقه منها. This is who I am. متصالحة مع نفسك. فما هو أنا كده. إذا دينا تقدر تختار آخر كلماتها قبل ما تموت شو تختارين تقولين؟ سامحوني وادعوا لي. ليش اخترتي سامحوني؟ لو كنت زعلت اي حد او كده مش عارف. يمكن اكون زعلت حد ما اعرفش لسه. اصل انا انت عايز تموتني دلوقتي ليه؟ ممكن ازعل حد قدام شويه. يا انس وادعوا لي دي مهمه قوي. أريحك وآخر سؤال. دينا في كلمة. متعبة. شكرا. Thank you so much. أنا بجد انبسطت قوي بجد. بجد. Thank you guys. بجد. Thank you so much. استمتعتي على الأشواط اللي قوي والمصحف جدا. لا حلقة حلوة حلوة حلوة.